كان في أخ على الفيسبوك كان ملحد وأسلم، وطرح هذه المشكلة وطرح هذه المشكلة وأجاب إجابة خاطئة. يعني هو مشكلته، هو عايز يعني بعد ما أسلم عايز يرد على شبه الملحدين، فوجدت أجاب إجابة خاطئة عن هذه المسألة. وهي مسألة إيه؟ إنك لو أثبتت الخبر المتواتر فأنت يجب عليك أن تثبت أن المسيح صلب، لأن صلب المسيح تواتر عند النصارى. صلب المسيح تواتر عند النصارى، فإذا قلت أن الخبر المتواتر دليل من أدلة العلم والعلم به ضروري، طيب فيجب عليك أن تقول كما يقول النصارى أنه المسيح صلب، وهذا خبر متواتر عندهم. فالأخ ماذا أجاب؟ بماذا أجاب؟ الأخ قال إنه الخبر المتواتر هذا نسبي، يعني هو متواتر عند النصارى لكنه لم يتواتر عند المسلمين. أنا أجبت وقلت له الخبر المتواتر ليس نسبيا، إذا ثبت التواتر أوجب العلم، لأنه لا علاقة له بدين ولا علاقة له بإيمان، هذا دليل يستدل به في الأديان وفي غير الأديان، وأهل الدين وغير أهل الدين، هذا أمر طبيعي. فلا يقال إن الخبر المتواتر نسبي أبدا. طيب إزاي نحل مشكلة صلب المسيح المدعى؟ طبعا المسلمون لا يعتقدون بصلب سيدنا عيسى، وإنما يعتقدون بأن سيدنا عيسى رفع. نحل المشكلة إزاي يا أيها الإخوة؟ المشكلة سهلة، وهي أننا نقر كما يقول النصارى بالضبط أن هناك شخصا صلب، أن هناك شخصا صلبه اليهود، وهذا الخبر المتواتر صحيح. نحن نقول كما يقول النصارى، لكن جاءنا الخبر الصادق فقال لنا إن هذا الذي صلب شخص ألقى الله شبه المسيح عليه، أما المسيح نفسه فرفع. فإذا نحن نقر بوجود مصلوب ما، فالخبر المتواتر صحيح لا إشكال فيه، لكننا نفينا أن يكون هذا المصلوب هو نفس المسيح بالخبر الصادق.